السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث بالمدارس الصناعية قسم الإلكترونيات وقسم الحاسبات، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في مادة الرسم الفني. إن شاء الله النهاردة هنرسم مع بعض دايرة جديدة، هنحول دايرة مطبوعة إلى الدايرة النظرية، وفكرة جديدة زي ما تعودنا في كل حلقة بناخد فكرة جديدة من الأفكار بتاعة الرسم الفني وتحويل الدوائر العملية إلى الدوائر النظرية. الدائرة اللي معانا النهاردة دي عبارة عن دائرة بتحتوي على ترانزستورات ودائرة متكاملة. لو بصينا مع بعض كده هنلاقي الدائرة زي ما احنا شايفين عبارة عن ايه؟ دائرة مذبذب فيها ترانزستورين TR1 وTR2 بيعملان كمذبذب، وخارج المذبذب دوت متوصل رايح لمين؟ لترانزستور TR3، ومنه بيغذي الاي سي اللي هي الدايره المتكامله، وخارج الدايره المتكامله متوصل بسماعه. طبعا نقرا السؤال كويس. هو بيقول لي زي ما احنا شايفين كده شكل يبين دائره الكترونيه يعمل فيها الترانزستورين TR1 وTR2 كمذبذب، والمطلوب استنتاج الدائرة النظرية لهذه الدائرة مع إضافة دائرة تغذية بالتيار باستخدام 4 موحدات سيليكون وذات جهد مستقر. طيب لما نيجي نحول الدائرة زي ما اتفقنا، أول خطوة نعملها إيه؟ بنحدد الشريحة بتاعة الطرف الموجب وشريحة الطرف السالب بلونين مختلفين، وده بيسهل علينا كتير وإحنا بنحول الدائرة، لأن زي ما قلنا قبل كده وإنت بتحول الدائرة اي عنصر متوصل مع الشريحه اللي انت ظللتها باللون الاحمر مثلا اللي هي بتاعه الموجب يبقى هتبقى سهله عليك، هتعرف على طول ان العنصر ده متوصل بسلكه ورايح للموجب على طول. والشريحه الثانيه اللي هي باللون المختلف بقى، لو قلنا مثلا باللون الاخضر زي ما هنعمل دلوقتي تبقى شريحه السالب، يبقى اي عنصر هيبقى متوصل مع الشريحه اللي باللون الاخضر يبقى على طول بسلكه ويروح للطرف السالب. تعالوا نحدد الشريحتين كده مع بعض بسرعة. عندي هنا مكتوب في الدايرة هو على اليمين موجب 12 فولت، ده الطرف الموجب بتاعي. نبدأ نظلل الشريحة دي اهو زي ما احنا شايفين كده باللون الأحمر، وناخد بالنا انها طلعت كده للطرف رقم 14 في الاي سي فنظللها برضو اهي، والطرف الثاني برضو دوت يتظلل، ونكمل الشريحة لحد ما تقف. ظللنا كده شريحة بتاعة الطرف الموجب زي ما احنا شايفين باللون الأحمر. طيب زي ما انت شايف الشريحة وقفت هنا ومش مكملة، فخلاص يبقى دوت الطرف الايه؟ الموجب. نيجي نشوف بقى الطرف السالب، مكتوب هنا 0 فولت، ده الطرف السالب او الطرف الارضي بتاع الدايره. نبدا ان احنا نظلله برضو اهو باللون الاخضر عشان يبقى لون مختلف. وبعدين وانت بتظلل الشريحتين مش لازم يعني بنفس الالوان دي، اي الوان ممكن تظللها بالقلم الجاف لو معاك قلم احمر وقلم ازرق، او شريحه بالقلم الرصاص وشريحه تانية تظللها بالقلم الجاف. المهم ان الاثنين يكونوا مختلفين عن بعض، لانك لو مظلل الاثنين بنفس اللون او مظللهم الاثنين بالقلم الرصاص ممكن تتلخبط، ممكن يبقى عنصر مقاومه مثلا متوصله مع الشريحه اللي باللون او الشريحه بتاعه الطرف السالب تروح انت تتلخبط وتروح تعملها مع الموجب. ده الكلام دوت لو انت عملت الاثنين بنفس اللون، لكن لما يكون لونين مختلفين كده قدامك فطبيعي هتبقى واضحة قدامك ومش هتلخبط. كده احنا حددنا الشريحتين هما قدامنا الموجب والسالب. طيب نبدأ نعمل ايه بقى بعد كده؟ نحدد العناصر الأساسية اللي في الدايرة. في عندي ترانزستورات، ادي ترانزستور TR1 نوعه ايه؟ زي ما انت شايف كده الطرف المشع اللي هو الاي متوصل تحت مع الطرف السالب، يبقى على طول الترانزستور دوت نوعه NPN. الترانزستور الثاني اللي هو TR2
المشع بتاعه متوصل برضو مع السالب، يبقى برضو نفس النوع NPN. في عندك ترانزستور كمان اللي هو ترانزستور الثالث، لو انت بصيت برضو هتلاقي طرف المشع برضو نازل كده ورايح لمين؟ لقاعدة الترانزستور الثاني، فده برضو هيبقى نفس النوع، يعني الترانزستورات اللي في الدائرة كلها NPN. نبص على الاي سي، دايما بنرقم الاطراف بتاعة الاي سي اللي في الدايرة لو مش مترقمة قدامك. هو هنا مرقم رقم 1، ها، واخر طرف هناك 7، وتحت اخر رقم هناك 14 في الجهة التانية، انت رقمهم كلهم عشان ما تلخبطش. يبقى ده 1، اللي بعديه يبقى 2 3 4 5 6 7، اللي تحت بقى اللي قصاد 7 على طول تبقى 8، اللي بعديها 9 10 11 12 13، واخر طرف اللي هو 14. نعيد عليه عشان يبقى باين قدامكم. رقمنا كده الاي سي، نبدا نرسم الدايره ونبدا نرسم الطرف الموجب والطرف السالب زي ما احنا تعودنا. وهنا طالما بيقول لك ضيف دايرة تغذية، فأنت هتعمل حسابك طبعا من الإطار، دايما هو في الغالب بيقول لك ارسم الدايرة في إطار 35 × 25، فالإطار بتاعك كده 35 أفقي، ها، والرأسي كده يبقى كام؟ 25. هتسيب أنت جزء من تحت لدايرة التغذية، زي ما قلنا تسيب 7 سنتي مسافة مناسبة يعني. اهو كده الجزء اللي فوق هنرسم فيه دايره المذبذب اللي هي اللي معانا اللي فيها الترانزستورات والاي سي، والجزء اللي تحت اللي احنا سيبناه تحت لدايره التغذيه. واكتب كده بالقلم الرصاص كده فوق، ادي الموجب وادي السالب عشان ما تلخبطش. هنبدا نرسم من بدايه الدايره. عندك الترانزستور تي ار 1، زي ما انت شايف الطرف المشع بتاعه متوصل مع السالب، والطرف المجمع فوق معاه المقاومه ار 1 وطالعه للموجب. ولو خدت بالك قاعده الترانزستور هنا رايحه لمين؟ امشي معاها كده، معاها موحد اللي هو دي 1، وبعدين المكثف سي 2، وبعدين رايحه لمجمع الترانزستور الثاني. يعني معنى كده ايه؟ إن خارج الترانزستور الثاني اللي هو المجمع متوصل مع داخل الترانزستور الأولاني اللي هو قاعدة الترانزستور تي ار 1، والعكس خارج الترانزستور الأولاني هتلاقيه برضه متوصل مع مين؟ مع داخل الترانزستور الثاني، زي ما أنت شايف كده طرف المجمع هنا اللي هو السي بتاع ترانزستور تي ار 1 رايح للمكثف سي 3، وبعدين راح للموحد دي 2، ومنه لقاعدة الترانزستور تي ار 2. يعني معناها ان الترانزستورين دول، وهو كمان قال لك في السؤال ان دول دايرة مذبذب، فمعنى كده ان انت لما تيجي ترسمهم قاعدة الترانزستور الاولاني هتبقى ناحية الترانزستور الثاني، يعني هتعملها ناحية اليمين. يعني بالظبط نرسم الترانزستور كده، والقاعدة بتاعت الترانزستور اهي ناحية اليمين، وادي الطرفين المجمع والمشاع. وزي ما احنا قلنا ان طرف المشاع هنا متوصل مع السالب يبقى NPN. ادي السهم بتاع الترانزستور اللي بيحدد لي نوعه، وننزل بيه كده يروح للطرف السالب. طرف المجمع هنا بتاع الترانزستور تي ار 1 متوصل معاه المقاومة ار 1 اهي، وطالع فوق للموجب. نرسمها على طول.
R واحد، ونكتب اسم الترانزستور TR واحد. طيب نشطب بقى الترانزستور اللي اترسم والمقاومة R واحد اللي اترسمت. طيب نبص كده، زي ما قلنا قاعدة الترانزستور TR واحد، طرف القاعدة ماشية هي كده ورايحة لمين؟ الموحد اللي هو دي واحد. طب ما نرسمه. الموحد ده اتجاهه باصص فين؟ العلامة اللي في الموحد ديت اللي هم الخطين اللي فوق دول، ده الكاسود بتاع الموحد. متوصل مع مين؟ مع قاعدة الترانزستور. يعني معنى كده إن الموحد ده باصص لمين؟ للترانزستور أهو. تمام؟ ونشطب الموحد اللي احنا رسمناه اهو، ادي طرف القاعدة مع الموحد دي واحد. طب الموحد دي واحد رايح لمين؟ مكثف سي اتنين، ومنه رايح لمجمع الترانزستور تي ار اتنين. طب ما تيجي نرسم الترانزستور التاني عشان نعرف نوصلهم ببعض اهو. ادي الترانزستور الثاني، وزي ما انت واخد بالك قاعده الترانزستور الثاني ناحيه الشمال، يعني ناحيه الترانزستور الاولاني، عشان الدائرتين زي ما قلنا الترانزستورين يعملان كمذبذب، فقاعده الترانزستور الاولاني تبقى ناحيه قاعده الترانزستور الثاني. والترانزستور برضو نوعه ان بي ان زي ما قلنا، علشان المشع بتاعه متوصل مع السالب. نبدا نشوف بقى المكثف اللي احنا سبناه اهو، طرف القاعده بتاعت الترانزستور تي ار واحد كان معاها الموحد دي واحد، وبعدين المكثف سي اتنين، والمكثف سي اتنين رايح لمين؟ لمجمع الترانزستور تي ار اتنين. طب ما احنا رسمنا الترانزستور تي ار اتنين خلاص، نقدر نرسم دلوقتي المكثف اهو. هتيجي من فوق كده اهو، وارسم المكثف اهو بالشكل ده. طيب طرف المكثف ده متوصل مع الموحد اللي هو دي واحد، ممكن طبعا انزل بيها كده ها، وبعدين اروح موصلها للموحد على طول. بس هتيجي تلاقي الترانزستور الترانزستور الاولاني اللي هو تي ار واحد معاه برضو مكثف وموحد، ورايح لقاعده الترانزستور الثاني اللي هو تي ار اتنين. فلو جيت توصل الطرفين كده هتلاقيهم ايه؟ داخلين عكس بعض. فعشان تعملها بشكل حلو ممكن تعملها كروس، ماشي، علامة اكس كده اهي، تروح موصل المكثف كده طرف المكثف مع طرف الموحد كده بخط مائل كده، هيبقى شكلها افضل طبعا ها. ولما تكمل المكثف الثاني ترسمه هتوضح معاك وهيبقى شكلها جميل. المكثف دوت ناخد بالنا مكثف كيميائي اللي هو سي اتنين، والمكثف ده زي ما انت شايف الخطين دول هو الطرف الموجب بتاعه ناحيه مجمع الترانزستور تي ار اتنين، يبقى السالب بتاعه هو اللي بيتظلل، يبقى العكس على طول اهو، اللي هو متوصل مع الموحد دي واحد. طيب نروح بقى للترانزستور الثاني اللي هو تي ار اتنين، القاعده بتاعته معاها موحد اللي هو دي اتنين، وبرضو الكاسود بتاع الموحد هنا متوصل مع قاعدة الترانزستور، ما نعملها على طول زي الترانزستور الأولاني أهو كده. طيب الموحد دوت اللي هو دي اتنين، طرف الموحد ده رايح لمين؟ زي ما قدامنا في الدايرة أهو، رايح للمكثف سي تلاتة أهو، وسي تلاتة رايح لمجمع الترانزستور تي ار واحد. يبقى احنا نروح راسمين ها المكثف فوق مع المجمع بتاع الترانزستور تي ار واحد اهو بالشكل ده. كده المكثف سي
3، وعايزين نوصلهم مع بعض بقى. المكثف متوصل مع الموحد اهو زي ما قلنا، ننزل كروس كده هيبقى شكلها ايه؟ جميل اهو. المكثف سي 3 مكثف كيميائي، والطرف الموجب بتاعه اللي هو متحدد قدامك بالخطين دول متوصل ناحيه مجمع الترانزستور تي ار 1. ادي مجمع الترانزستور تي ار 1، يبقى الطرف الثاني على طول هو السالب ويتظلل اللي هو ناحيه الموحد دي 2 اهو. ناحيه الموحد ايه؟ دي 2. ادي سي 3 اهو، وادي الطرف السالب بتاعه رايح لمين؟ للموحد دي 2. طيب نرسم بقى المقاومات اللي متوصله معاهم دي. احنا رسمنا ار 1، طب ار 2 بص عليها كده، طرف مع الموجب فوق والطرف الثاني مع المكثف سي 2 ومع الطرف السالب بتاع المكثف. طب ادي المكثف سي 2 وادي الطرف السالب بتاعه، يبقى تاخدها من هنا واطلع بيها فوق كده اهو، ونكتب اسم المقاومه ار 2. طيب نشطبها من الدايره. في مقاومه كمان اللي هي ار 3 برضو متوصله فوق مع الطرف الموجب، والطرف الثاني رايحه لمين؟ للمكثف سي 3. اهي المقاومه ار 3 طرف مع الموجب، والطرف الثاني راحت للمكثف سي 3 للسالب برضو بتاع المكثف سي 3. ادي المكثف سي 3 وادي السالب بتاعه. هناخد الطرف من هنا كده لحد ايه؟ لحد الطرف الموجب فوق، وارسم المقاومه بينهم. ار 3 نشطبها برضو من الدايره. فاضل ايه؟ في عندك مكثف اللي هو سي 1 متوصل من الطرف الموجب لحد الطرف السالب. ممكن برضو المكثف دوت نرسمه عادي ما بين الموجب والسالب، انا ما عنديش دخل للدايره، فممكن ارسمه من الموجب للسالب على طول كده وهيبقى شكله كويس في مكان يعني يترسم. لو ما كانش في مكان كنا ممكن نرسم المكثف دوت فوق نعلقه مع الطرف الموجب ونعمل له علامه ارضي. والمكثف ده مكثف كيميائي زي ما احنا شايفين، الخطين برضو اللي فيه دول يعني الطرف الموجب، ظلل بقى الطرف السالب بتاعه ونصبه من الدايره. خلصنا الجزء بتاع الترانزستورين تي ار 1 وتي ار 2. نروح للترانزستور الثالث تي ار 3 متوصل ازاي هنا؟ نشوف مكانه فين. لو انت بصيت هتلاقي القاعده بتاعه الترانزستور معاها مقاومه ار 5 ومتوصله مع السالب، طرف المشاع رايح للموحد دي 2. طب ما انا عندي الموحد دي 2 اهو، وهو متوصل مع الانود بتاع الموحد، يبقى هنا نحدد مكانه. مجمع الترانزستور تي ار 3 رايح لمين؟ للرجل رقم 10 في الاي سي، يعني رايح للاي سي. طيب مش معقول طبعا هنرسمه هنا ونزنق الدنيا ونسيب بقيه الدايره فاضيه، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنروح واخدين ادي الطرف اللي هو اللي المفروض يروح للمشاع بتاع الترانزستور تي ار 3، وهنرسم الترانزستور ماشي في الواسع هنا كده بره كده اهو، وادي قاعده الترانزستور. ترانزستور طبعا ان بي ان، نعمل السهم بتاعه بتاع المشاع بره، وطرف المشاع زي ما احنا قلنا رايح لمين؟ طرف المشاع بتاع الترانزستور تي ار 3 رايح للانود بتاع الموحد دي 2، يعني الطرف اللي احنا حددناه ده. يبقى انت تروح واخد طرف المشاع كده تنزل بيه وتروح توصله مع الموحد دي 2. اسم الترانزستور تي ار 3. طب طرف القاعده معاها المقاومه ار 5 اهي، ورايحه لفين؟ للسالب.
اللي هي برضو رايحة لمشاع الترانزستور تي ار 2. طيب انت ممكن طبعا هيجي في بالك على طول تقول ما ناخدها كده وتروح نازل وتحط المقاومة وتنزل بيها للسالب، هتعمل تقاطع مع طرف المشاع وشكلها مش هيبقى حلو. ما انت في قدامك طرف المشاع بتاع الترانزستور تي ار 2 اصلا نازل للسالب، يبقى انت ممكن ترسمها هنا على طول وتحل المشكلة دي وما تعملش تقاطع في الدايرة. اهي ادي المقاومة اهي، وتروح موصلها على طول مع مشاع الترانزستور تي ار 2، هو اصلا نازل للسالب بسلكة، يبقى كأنك بالظبط وصلتها تحت. واكتب اسم المقاومة اللي هي ار 5 وطرف المجمع، هيطلع بقى يروح للاي سي. في مقاومة نعملها الأول عشان ما ننساهاش، اللي هي المقاومة ار 4، متوصلة منين؟ من طرف المجمع بتاع الترانزستور تي ار 2 ورايحة للموجب اهي. نرسمها ادي طرف المجمع والموجب فوق، يبقى الخط المرسوم ده نمسح مكان المقاومة وارسمها. اهي بالشكل ده كده، مقاومة ار 4. يبقى كده خلصنا الجزء ده كله، ما سبناش ولا عنصر فيه. نروح بقى نكمل الترانزستور بقى زي ما قلنا تي ار 3 رايح لمين؟ للرجل رقم 10 في الاي سي. طيب نرسم الاي سي. والاي سي هنا هنرسمه فين؟ فوق الترانزستور. هرسمه فوق الترانزستور. طبعا زي ما انت شايف ان مجمع الترانزستور مش رايح معهوش عناصر ثانيه، هو رايح للاي سي بس. والاي سي مدي الخارج اللي هي السماعه. فانت لو رحت حاطط الاي سي جنب الترانزستور هنا على اليمين هتلاقي نص الدايره اللي على اليمين ده فاضي، ما فيهاش عناصر. فانت بترتب العناصر وانت بترسم. اهو. نروح حاطين كده الاي سي. بالشكل ده. ونكتب اسمها اي سي 1. ونوصل بقى الاطراف، طرف المجمع زي ما قلنا رايح للرجل رقم كام؟ 10. طب هي 10 بس؟ ده انت لو بصيت هنا ها هتلاقي، بص كده طرف رقم 10 اهو طلعت فوق ها من ورا الاي سي، ومتوصله مع الرجل رقم 12 ومتوصله مع الرجل رقم 7. يبقى في ثلاث اطراف هم متوصلين مع بعض، يبقوا لازم يكونوا قريبين من بعض. وصلنا منهم ادي طرف، خد الثاني جنبيه اهو بالشكل ده كده. والطرف الثالث ها من ناحيه الدخل اهو كده، وصل الثلاث اطراف مع بعض اهو. رقمهم بقى ادي الرجل رقم 12 والثانيه 10 والثالثه 7. طبعا انت لو غيرت الارقام ديت، يعني لو حطيت 7 مكان 12 مش هتفرق في حاجه، علشان الثلاث اطراف اصلا متوصلين ببعض. طيب نكمل بقيه الاطراف بتاعه الاي سي. لو انت بصيت هتلاقي الرجل رقم 11 رايحه للموجب و14 كمان رايحه للموجب، يبقوا دول هيبقوا فين؟ فوق. ادي واحده ناخدها للموجب من هنا كده ونطلع بيها لفوق اهي، وسمي دي 11. الثانية رقم 14 اهي برضه هنطلع بيها لفوق كده، واكتب عليها رقمها عشان ما تنساهاش. يبقى كده احنا وصلنا برضه الطرفين 11 و14. فاضل ايه؟ لو انت بصيت هتلاقي في طرف اللي هو الرجل رقم 2، ودي رايحة معاها مقاومة ار 6 وار 7 ورايحة للسماعة، يبقى طبيعي دي هتبقى ناحية ايه؟ ناحية الخارج. والطرف رقم 8 متوصل مع طرف السماعة الثاني. طيب تعالى نرسمهم اهو. هناخد ادي طرف وهنسمي دي 2، ونوصل معاها المقاومتين زي ما احنا قلنا، المقاومة ار 6 الاول وبعديها ار 7
وبعدين رايحة لطرف السماعة. طب ده طرف السماعة اهو، الطرف التاني فين بقى؟ نازل للسالب ولا طالع فوق ولا رايح للاي سي؟ اهو رايح للرجل رقم 8 في الاي سي. يبقى الرجل رقم 8 اعملها قريبة منها عشان تعرف توصلها، يعني ناخدها من ناحية فوق كده ونكتب عليها 8. وصل الطرف ده كده، ها، وحط السماعة بين الطرفين، ما بين الطرف رقم 8 اللي انت رسمته دلوقتي والطرف بتاع المقاومة R 7. ادي السماعة، واكتب الرمز بتاعها اللي هي LS. طب فاضل ايه؟ ادي المقاومتين R 6 و 7، فاضل معانا المكثف سي 4. بص طرف متوصل فين؟ ما بين المقاومتين R 6 و 7 اللي انت رسمته اهو، يعني من هنا. طب الطرف التاني بتاعه بتاع سي 4 رايح لمين؟ امشي كده، راح للرجل 7. يبقى المكثف ده هناخده من هنا وينزل بيه عشان يروح لمين؟ للرجل 7 اهي، هيرجع تاني. ادي المكثف كده ويروح للطرف 7 اسمه سي 4. في مقاومة كمان اللي هي R 8، المقاومة دي متوصلة طرف مع المكثف سي 4 اللي هو مع الرجل 7، والطرف الثاني للسماعة اللي هي برضو مع طرف المقاومة R 7 اللي هي دي. يبقى انت هتاخد كده المقاومة R 8 اهي تحت المقاومة R 7 كده، يبقى طرف منها متوصل مع المكثف وطرف متوصل مع السماعة، ونكتب اسمها R 8. نشطب كده على العناصر اللي اترسمت، ها، ونبص نراجع كده هل في حاجة نسيناها، في عنصر ما اترسمش؟ لا، كل العناصر اللي قدامنا ديت اترسمت. يبقى فاضل ايه؟ فاضل اننا نرسم دايرة التغذية بس اللي قال لي عليها ضيفها في السؤال. لازم تقرا طبعا السؤال كويس، لانك انت لو ما خدتش بالك وما رسمتهاش عليها درجة كبيرة. دايرة التغذية هنا بيقول لي باستخدام 4 موحدات سيليكون وزاد جهد مستقر. بسرعة، في الجزء اللي تحت هنرسم دايرة التغذية. طبعا بنرسم المحول الأول، والمحول ممكن نرسمه مستطيل، الملف يعني يترسم مستطيل ونظلله، أو يترسم دوائر. ده صح وده صح. نظللها بسرعة كده، وآدي الملف الثانوي. وناخد بالنا الملف الثانوي بيبقى أصغر من الملف الابتدائي، لأنها طبعا محول القدرة ده محول ايه؟ محول خفض، فيبقى الملف الثانوي بتاعه أصغر. ونرسم خطين اللي هو القلب الحديدي بتاع المحول، ويكتب الدخل هنا بتاعه 220 فولت، وادي علامة التيار المتغير. ارسم بقى القنطرة اللي هم الأربع موحدات، وزي ما رسمنا قبل كده برضو في دوائر التغذية، كلكم عارفين بقى الموحدات كلها، ها، اتجاهها هتبقى بصة ناحية اليمين اللي هو الطرف الموجب، بالشكل ده. وآدي الموحد الأخير، كل الموحدات قدامك اهيت بصه ناحيه اليمين، الطرف السالب هو اللي على الشمال ده، ها، تنزل بيه للطرف السالب اللي تحت، والطرف الموجب اطلع بيه لفوق عشان يتوصل مع الموجب، وتوصل هنا مكثف كيميائي، ظل للسالب بتاعه، توصل مع السالب، وبعدين مقاومه، بعديها مكثف تاني، وبعدين متوصلة مع السالب، خلاص. وآخر عنصر اللي هو الزنر،
بالشكل ده هترقمهم. طبعا اخر مقاومة عندك كانت R8، سمي دي R9، اخر مكثف في الدايرة كان C4 يبقى دوت C5 والمكثف الثاني C6، وادي الزنر وصل الطرف الموجب مع الطرف الموجب فوق. والطرف السالب اعمل له علامة أرضي اهو، واللي فوق برضو اهو ممكن نعمل له علامة أرضي من عند أي نقطة لحام كده. ولو الطرف السالب طويل شوية ممكن تأثره علشان ما الطرفين ما يلمسوش في بعض كده وتتحسب لك غلطة. أي خط زيادة امسحه. كده الدايرة قدامنا خلصت، وحولنا الدايرة طبعا العملية قدامنا هي. ولو بصينا كده على الشاشة هنشوف الدايرة العملية، وادي السؤال اللي احنا رسمناه او اللي احنا حولناها يعني، والاجابة بتاعته في الصفحة اللي وراها. ادي الدايرة بعد ما اتحولت زي ما احنا شايفين، وبنفس التقسيمة اللي احنا رسمناها مع بعض. بس طبعا انت بقى لما تيجي ترسمها في اللوحة بترسمها بالابعاد اللي انت متعود عليها خلاص، وتنسق الدايرة بحيث العناصر ما تبقاش مكدسة في جزء من الدايرة ومتباعدة ومتفرقة في جزء تاني. ان شاء الله يعني لسه في دوائر تانية وفي تمارين تانية كتير. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة قريبة، وربنا يوفقكم. الامتحانات قربت، وذاكروا كويس، وعايزكم برضو ترسموا زي ما احنا متعودين في كل حلقة بنقول نرسم اللوحة اللي احنا خدناها ونبعتها على التعليقات على الفيسبوك على الصفحة بتاعتنا قناة مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني. واي سؤال او اي استفسار ابعت وما تتكسفش. ولو في اي سؤال في اي مادة تانية، احنا عندنا مواد التخصص كتير، اسأل وهنجاوبك برضو ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في الحلقة اللي جاية، وربنا يوفقكم، ونلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.